كنا واقفين بنتكلم الكلام جنب بعض قام قال لي لو النبي هتستسك عليا انا يا بت؟ انت مجنده الواد بتاع التصوير ده عشان عارفه ان انا بصور عنده الورق بتاعي عشان مش حرامي بيصور الورقه ب 75 قرش قلت اربط معاه واعرف اخبار محمود جنتي مين تاني؟ اوعى تكوني جنتي بتاع المكتبه وقال لك انك خدت من عنده الصبح ثلاث اظرف كبار نهارك اسود يا محمود ثلاث اظرف؟ يعني انت كده مقدم في ثلاث سفارات محمود انت مش وعدتني انت مش هتفكر في السفر تاني؟ انا ما وعدتكيش بحاجه نعم يا اخويا ما وعدتنيش بايه؟ مشوار اسكندريه اللي جينا منه امبارح ده كان ايه؟ واللي قلتولي في المنتزه هتسيح لنا في الحاره انا بتكلم على موضوع السفر انا ما وعدتكيش بحاجه في موضوع السفر لا وعدتني يا محمود انت كنت بتسكتني عشان ما اتكلمش معاك في الموضوع ده تاني عرفت ليه بحبك طب ايه رايك يا محمود والله العظيم انا ساكته ولو ما جيتش لحد عندي في البيت وقطعت الورق تحت رجليا وحرقته مش هتشوف وشي تاني العمر كله نعم يا اختي اجيب الورق احرقه تحت رجليك واغني السلام الوطني واوطي ابوس ارض الوطن ليه ام المصريين انت كمان بتتريق وما تتريقش ليه احنا حالتنا غيرها تقطع الورقه انت عارفه الورقه ده كلفني كام هيكون اغلى عندك من زعل يا محمود يا بنت وانت ايه اللي زعلك بس هو ايه اللي زعلني بتقولي هسافر وتمشي وتسيبني اعيش انا من غيرك ازاي وتعيشي معايا ازاي اصلا شيرين انا عايز اسافر اي بلد يا بنتي اجيب قرشين نتلم بيهم في اي خرابه زوجيه ده زلقناها في الزمن الاخبر ده يا حبيبي بكره تكسب القضيه ان شاء الله ويعينوك في الكليه ونعيش مع بعض من غير ما تتغرب اهو لحد بقى مكسب القضيه ويعينوني في الكليه سيبيني واوعدك هجيب لك كل ورق السفارات نولع فيه في الشارع ونقعد نلف حواليه زي الهنود الحمر برضه بتسكتني يا محمود طب ايه رايك بقى يا ابن الناس السفريه دي كوم وانا كوم تاني بقى يعني ايه يا شيرين يعني انت لو سافرت يا ابن الناس يبقى بتخسرني للابد الله يخرب بيت الاغاني اللي بوظت مخك يا بنت اخسرك ليه بس وانا مسافر عشان مين مش عشانك طب وانا ايه اللي يضمن لي بقى ان انت اول ما تسافر هناك تلاقي بنت احلى مني تقوم لايف عليها وتتجوزها زي ما كل ما بيعمل ده على اساس ان بنات بره مستنيني في المطار نايمين جنب السير مستنيين محمود عبد الناصر يوصل عشان يقع في غرامه اتجننت يا بنت اه يا محمود انا اتجننت وانا قلت لك الكلام اللي عندي انت هتعيش هنا معايا وهناكلها بدقه الله يخرب بيت الدقه اللي جننت بنات مصر الا ما فيكوا واحده دقتها انت عارفه الدقه دي لو كلتيها 3 ايام بس هتجيب لك تسمم ومش بعيد توقع لك شعرك حابه تعيشي قرعه ده شيء يرجع لك اه يا محمود حابة اعيش قرعة وانا قلت لك الكلام اللي عندي وخلاص جرايه يا بت بتتكلمي عدل انت بتهدديني ولا ايه اه بهددك يا محمود انا خلاص مات الكلام مات الكلام كم مره قلت لك ما تحفظيش الكلام اللي بيتكتب على ظهر التكاتك ماشي يا شيرين حاسب يا ابني انت نايم وساب شنطتك كده ده ممكن تتلطش في ثانيه يعني. ربنا يخليك يا باشا بركه فيكوا بقى ما انتوا حمايتنا ايه حمايه ده انت لو حد سرقك هنا هنجيبه ازاي اصحى لحاجتك حاضر الشنطه دي فيها مستحضرات تجميل شويه حاجات كده بنبيعها للصيدليات مندوب مبيعات يعني ربنا يعينك انا ابني برضو اتخرج من سنتين وما لقاش شغلانه اشتغلها فسرح بشويه مقصات وسكاكين يعني ربنا يكون في عونكوا يا ابني في الايام السوداء دي اللي اقولها اخويا يعني معكش اي حاجه اشتريها لبنتي لحسن مكتوب كتابها يعني معكش اشتري لها حاجه لا والله غصب عني يا باشا اصل الحاجه كلها ملفوفه في كراتين يعني عشان ابيعها للصيدليات وبعدين بقى عايز اقول لك ان مستحضرات التجميل دي وحشه مش حلوه للبشره يعني بتجيب امراض امراض اه طب حاسب اخويا بقى بالامراض بتاعتك دي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امراض
هو الراجل اتأخر ليه؟ أنت مش قلت لي زمانه على وصول؟ وبعدين بقى يا ست، إن الله مع الصابرين. هو بمزاجي تلاقيه اتأخر في القطر. أنا لسه مكلم الرئيس بتاعه في بورسعيد، قال إنه شيك عليه وقال إنه خلاص داخل علينا. اهدي كده، ها؟ اهدي. اهدى ايه بس يا عم؟ انا مش قلت لك قبل كده تبقى تشيل حاجتي عشان اما اجي الاقيها على طول؟ ما انت ما دفعتيش عشان احجزها لك، اديتها لزبون تاني. يعني يرضيكي حالي يوقف؟ طب خلاص خلاص، يعني انت عايز تقنعني انك مش مدكن حاجه كده لدماغك في اي حته؟ اعوذ بالله، انا ماليش في البلاوي دي، ربنا يتوب عليكي منها. يا راجل. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. مش حضرتك الأستاذ محمود برضو؟ إن شاء الله. جيت في وقتك، قبل ما بسلامتها تعمل لي فضيحة في الصيدلية. خلصني، بقول لك مش قادرة خلاص. حاضر حاضر، مش لما أقفل باب الصيدلية عشان أستلم الحاجة من الراجل. خد حقك وخلصني، بقول لك خلاص مش قادرة دماغك تتفتك. خلاص خلاص، أقفي عند الباب وربنا يستر. مش وقت الكلام ده، هاتوا انا همسعه بمعرفتي. هتاخديه كله؟ بخزره بمعرفتي عشان ما تزلش ليك. طيب طالما معاكي تمنه يبقى براحتك. ايه ده يا بنتي؟ انا مش جواهرجي. في ايدك ده يساوي اكتر من تمن الحبوب دي بكتير. خده ومش هتندم. ما فوق لك بس هنبقى نتحاسب. بس يعني بس ايه؟ خليك حلو وما تخلينيش اعلي صوتي. قسما عظما لو طلع فالصو لكون فضحك فضيحة القطط يا بنت الكلب يا شمامة. شمامة ايه بس يا عم الحاج؟ هي بتطحن الفياجرا وبتشمها ولا ايه؟ هو في دماغ جديدة نزلت في البلد واحنا ما نعرفهاش؟ بتفهم في الذهب يا عم؟ ذهب ايه بس؟ انا سامعك تقول فياجرا ومش عارف. هو في فياجرا حريمي؟ في ايه بالظبط؟ فياجرا حريمي ايه؟ انت هتستعبط؟ بقول لك ايه؟ معلش انا كل اسئلتي هتبقى عبيطه، استحملني شويه. هو ايه اللي جوه العلب دي بالظبط؟ غريبه. ده كامل قال لي انك نسيب شافع بيه. ايه؟ هو مرتفق ولا ايه؟ يا نهار اسود على ده زمان. تحرص على حاجتك، ده احنا في ايام ما يعلم بيها الا ربنا. ربنا يعوض عليك. ابو حنف، تعالى ابو حنف، انت جيت من شغل بدري ليه؟ تعالى فهمني. انطق. شافع فين؟ شافع ايه يا جدع؟ ما اعرفش عنه حاجه. انطق بدل ما انفخ اكتر ما انت منفوخ. شافع فين يا جدع؟ ما اعرفش عنه حاجه يا جدع. في ايه؟ ماشي، بس انا كلامي مش معاك، انا كلامي مع الكلب اللي مشغلك. اوعى.